جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أمي هي البنت عجبتنا ونحن اتفقنا على كل شيء. فهميني ليش حتى يهمنا هذا الموضوع؟ شيء صار بالماضي وانتهى. نيرو استنى ابني، خلي أهلهنن يلي يحكولنا. ايه تفضلوا. بصراحة اللي صار هو انه انا حاشرح لكم. عائلة الشب كانوا موافقين، بس الشب ما كان بيستاهلها، لهيك سوبريا أخذت قرارها ولغت العرس. بس هيك؟ بس؟ وما خطر لهم يحكولنا قبل؟ أكيد عندهم أسرار كتير غيره كمان. ما حدا مخبي أي سر عنك يا أمي، أنتي عم تناقشي بشي ما له أي داعي. نيرو؟ يعني أنا عم أحكي حكي ما له داعي؟ ماشي مثل ما بدك، لكن هلأ أنت ومادفي بتقدروا تقرروا كل شيء. لشو بدكن موافقة اتنيناتكم بتكفوا زيادة؟ هيك أحسن إلكن. اعملوا يلي بدكن يا مرت عمي. أمي ستنا، ليش عم تعمل هيك ستي؟ وهلأ كيف بدها تكمل المراسم بدون موافقته؟ طلبت تجيب هدايا أهلها لسوبريا، ليكن صاروا كلهم عندك، تفضلي. راحوا الضيوف ولا لسه؟ هلأ رايحين، تركتهم عم يودعوهم، افتحون؟